وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس البرمجة باستخدام لغة بايثون. في هذه المحاضرة راح نتعلم موضوع مهم جدا باللغة اللي هو الانبوت، الادخال، عمليات ادخال البيانات من قبل المستخدم، واللي راح البرنامج راح يعالج هذه العمليات ونجري عليها الكثير من المعادلات والدوال اللي سبق ان تعلمناها واللي راح نتعلمها لاحقا ان شاء الله. طيب، حتى نعمل عملية ادخال من قبل المستخدم لابد انه نجري متغير، وهذا المتغير يكون نوعه input. مثلا راح نجري متغير راح اسميه مثلا بهاء، وهذا المتغير راح يكون نوعه input، وطبعا راح يطلب من عندي البرنامج عنوان لهذا المتغير. مثلا راح اكتب بالعربي، اكتب اسمك مثلا. طيب، عندي متغير اسمه بهاء، اكتب اسمك. طيب، حتى افعل الخيار input راح استخدم الداله print، راح اكتب print وراح يطلب من عندي طبعا اسم المتغير اللي هو بهاء. هنا طلب من عندي البرنامج انه اكتب اسمي، راح اكتب مثلا بهاء ومن ثم انتر. طيب، الان طلع عندي اسم بهاء. ممتاز. طبعا هذا بشكل اولي الخيار input. خلينا ناخذ مثال توضيحي حتى توضح عندنا العملية بشكل كامل. مثلا راح نسوي برنامج مبسط. هذا البرنامج يطلب من عندنا نكتب اسمنا الاول والاسم الثاني، وراح يجمع الاسم الاول مع الاسم الثاني. طيب، بامكاننا نجري هاي العملية من خلال متغير راح نسميه first name. راح اختار مثلا f name، first name يساوي input. طبعا راح يطلب من عندنا نص تعريفي، مثلا first name، ومتغير اخر راح يكون last name الاسم الاخر، ايضا راح يكون input، وراح يطلب من عندنا هنا طبعا نص اللي هو راح يكون last name. راح اطلب من المستخدم يكتب لي الاسم الاول والاسم الاخر وراح اجمعهن، لكن قبل كل شيء خلي اجرب. راح اجري عملية الرن، راح يطلب من عندي الاسم الاول، راح اكتب مثلا بهاء ومن ثم انتر. راح يطلب من عندي last name، راح اكتب مثلا word ومن ثم انتر. طيب، الان اكملت كتابة الاسم الاول والاسم الاخر. طيب، انا اريد البرنامج يكتب لي الاسماء اللي انا كتبتها، يجمع لي اياها برسالة واحدة. طيب، بعد ما يطلب من عندي ان اكتب الاسم الاول والاسم الاخر، اريده يطلب من عندي انه اجمعهن برسالة واحدة. طيب، شنو اللي اسوي؟ كلش عملية سهلة. راح اكتب دالة print، راح يكون بها concatenate. مثلا راح يكون concatenate راح يكون مثلا hello، مثلا hello اخلي space، بعدها مثل ما تعلمنا بالمحاضرات السابقة concatenate للمتغير first name. طبعا قلنا لابد ان يكون المتغير نفسه تماما زائدا المتغير الثاني بهذه الطريقة. طبعا راح يكتب لي hello المتغير الاول مع المتغير الثاني، يعني راح يكتب لي hello اسم الاول مع الاسم الاخر. راح اجري عملية run، طبعا اضغط هنا كليك، وراح اكتب اسم الاول اللي هو بهاء، انتر. راح يطلب من عندي الاسم الثاني اللي هو راح يكون word، انتر. راح يقول لي hello بهاء word، اهلا بيك بهاء. طيب، طبعا بامكاننا نجري عمليات اخرى، ايضا بامكاننا نتخلص من السبيس هنا ونجري العملية. مثلا راح اكتب بالعربي بهاء، انتر. مثلا عبد الستار، انتر. هلو بهاء عبد الستار. وهكذا بامكاننا هنا بالعربي ايضا نكتب مثلا اهلا، وطبعا العملية نعيدها من جديد. هنا راح يكون بهاء عبد الستار، انتر. اهلا بهاء عبد الستار. طيب، فقط السبيس ضروري انه نخليه، احنا في حال لو خلينا السبيس هنا بالبداية ما يحتاج بعد نضيف السبيس هنا،
ولكن أنا أفضل أنه نكتب الاسم بشكل مباشر والسبيس يكون بهذه المنطقة. نعيد العملية. إذا هنا خلينا سبيس راح يصير عندنا دبل سبيس، السبيس اللي هنا احنا مخليه والسبيس اللي هنا مخليه. وإذا بشكل مباشر كتبنا ويفضل أنه بشكل مباشر نكتب والسبيس يكون بهذه المنطقة، فراح نكتب بهاء انتر عبد الستار، ومن ثم انتر اهلا بهاء عبد الستار. طيب ايضا ممكن السبيس هنا صار طبعا باليسار، ممكن السبيس يكون باليمين بهذه الطريقة، ولا بأس انه نخلي سبيس من اليمين ومن اليسار. نعيد العملية. first name راح يكون بهاء، last name راح يكون عبد الستار، ومن ثم انتر اهلا بهاء عبد الستار. مثل ما نلاحظ هنا عندنا بهاء وعبد الستار متلاصقات جدا. ليش؟ لان انا ما عندي كونكاتينيت. طيب شنو العمليه اللي انا ممكن اسويها؟ ممكن هنا اضيف زائد مثل ما تعلمنا بالمحاضرات السابقه بهذه الطريقه، وراح اضيف دبل كوتيشن مارك واخلي به فراغ، يعني راح يصير عندي اهلا فراغ زائدا الاسم الاول زائدا فراغ زائدا الاسم الثاني. طبعا نجري عملية الرن بهاء انتر عبد الستار انتر اهلا بهاء عبد الستار. مثل ما نلاحظ هنا عندنا تمت العملية بنجاح وبأتم وجه. طبعا هذه يعني نبذة أولية عن الانبوت، ان شاء الله راح ناخذ مثال تطبيقي عملي بالمحاضرة القادمة. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.